احتضن ملعب 5 جويليا الأولمبي بالجزائر العاصمة ديربي الاتحاد والمولودية في قمة الجولة 11 من الدوري الجزائري. فوسط حضور جماهيري قياسي وأجواء حماسية رائعة صنعها أنصار الفريقين، جرت المباراة بين الاتحاد ورائد الترتيب مولودية الجزائر، ولم يتمكن أي فريق من بلوغ مرمى منافسه طيلة أطوار المباراة التي طغى عليها الاندفاع البدني مع تسجيل فرص قليلة من جانب المولودية. نتيجة تبقي أشبال المدرب باتريس بوميل في المركز الأول ب 28 نقطة، فيما يبقى اتحاد الجزائر في المركز الثالث عشر ب 8 نقاط ب3 مباريات متأخرة.